السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الساعة من التغطية، ويسعدنا أن نرحب فيها بضيفنا هنا معي في الاستوديو السيد عبد الله الرافعي الكاتب والمحلل السياسي الجزائري. مرحبا بك سيد عبد الله. وأيضا معنا عبر استديوهاتنا أو في استديوهاتنا في مصراتة السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي، أيضا نرحب بك. بداية معك سيد عبد الله الرافعي، لو سألتك عن رؤيتكم للمستجدات يعني المتغيرات في المشهد الليبي، هناك تقدم ميداني كبير، هناك مؤتمر صحفي الآن قبل قليل عقده المتحدث باسم حكومة الوفاق، قال فيها بأن المجتمع الدولي خذلنا وأن البعثة الأممية موقفها كان مخزيا ولن نعول عليها وسنعول على الدول، على أنفسنا أولا وعلى الدول الصديقة، وهذا ربما في إشارة إلى موقف الجزائر وموقف تونس وكذلك أيضا أخيرا موقف التركي، كيف تعلق على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة الكريمة. أنا أرى الجانب، أنا أرى زاوية رؤيتي للأحداث هذه ربما تختلف عن آخرين. أنا أظن أن الأمة دخلت الآن في مخاض مصيري جدا، سيترتب عنه مستقبل أمتنا كلها. ذلك أنه اليوم مثلا في ليبيا إذا تمكن هذا العميل هذا السفاح من الهيمنة على ليبيا وبسط نفوذه الكامل عنها، تأكد أنه سوف لن تعود ليبيا ما قبل ولن تقوم لها قائمة إلى عقود قادمة، وهذا ما لا نرجوه طبعا. في الجزائر نفس الشيء، قلت لك الأمة الآن تدخل في أدوار مفصلية في منعرجات حاسمة يبنى عليها المستقبل على هوى القوى الغربية التي لا تريد الخير لهذه الأمة في الجزائر. أنا قلتها وأقولها دائما وأكررها، إذا فشل هذا الحراك وتشتتت الجماهير التي تخرج مطالبة بحقوقها فانتهى أمر الجزائر، وندخل في أسوأ مما ثرنا عليه. نفس الشيء في كل مكان، في السودان المصيبة الآن، مصيبتنا الكبيرة أنه العسكري العربي الذي يناط به الدفاع عن أمته عن حدوده عن استقلال بلده أصبح آلية تافهة في يد الأعداء، من خلاله تحطم الأوطان، من خلاله تقسم الأوطان، من خلاله تفقد الدول منعتها واستقلالها، فأصبح الدور العسكر العربي نقيض ما جعل لأجله، نقيض ما جعل لأجله. فلهذا أنا أقول لك بأنه كانت إسرائيل دائما الكيان الصهيوني يسعى إلى تفتيت الأوطان العربية ذات المساحة الجغرافية الواسعة أو الديموغرافية الكبيرة لتجعل منها عبارة عن إن استطاعت أن تجعل بعضها في شكل كانطونات لتساويها في الديموغرافيا والجغرافيا، لأنه شئنا أم أبينا لابد أن نكون صراحة، الكيان الصهيوني متفوق على كل البلاد العربية في كل شيء إلا في أمرين اثنين، هو يحس نفسه ناقصا الكيان الصهيوني يعني إذا ما قارن جغرافيته بجغرافية البلاد العربية أو ديموغرافيته بديموغرافية البلاد العربية. الكيان الصهيوني عمليا في اليهود الموجودين على أرض الأنبياء فلسطين ربما لا يتجاوز 7-8 مليون، 7-8 مليون هو تعداد سكان ليبيا، هو أقل من تعداد سكان تونس، أقل ربما من تعداد سكان الأردن، من سكان سوريا. فبالتالي الكيان الصهيوني أمامه يعني الأمور التي لا يستطيع أن يتساوى فيها مع بعض البلاد العربية، فيعمل إلى تحطيمها تجزيئها من خلال التقسيمات التي شفناها. مثلا عندنا السودان خير دليل، قسم إلى شطرين وهو ماض إلى تقسيمات أخرى. نعم، وربما يعني هذا يفسر المواقف الدولية مما يقوم به مجرم الحرب خليفة حفتر، والتي ربما الحكومة الليبية الآن بدأت تصرح بأنها لم تكن في المستوى، وأن حتى البعثة الأممية التي تمثل مفترض المجتمع الدولي كان موقفها متخاذلا. كيف تعلق أستاذ مروان الدرقاش يعني على هذه التصريحات التي وردت في المؤتمر الصحفي للسيد مهند يونس؟
في الحقيقة التصريحات التي وردت على اللسان الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني أعتبرها جيدة وبناءة وقوية وحازمة. أيضا أكد السيد مهند يونس على ما سبق أن أعلنته حكومة الوفاق، وهذا يدل على أن التحركات الدولية التي تهدف إلى إنقاذ حفتر من الورطة التي وجد نفسه فيها قد فشلت في الضغط على حكومة الوفاق في التنازل عن شروطها السابقة في لوقف إطلاق النار. يعني البنود التي وردت في المؤتمر الصحفي بنود قوية، منها عدم وقف إطلاق النار إلا بعد عودة جميع القوات المهاجمة إلى مكان خروجها منذ البداية. أيضا أكد مهند يونس على أن الحوار لن يكون مع خليفة حفتر، وأنه ما بعد 4 أبريل ليس كقبل 4 أبريل. تناول موضوع التعاون الدولي مع دولة تركيا بشكل واضح وبشكل معلن دون أي إخفاء، دون كما يفعل حفتر وما تفعل ميليشيات حفتر في استخدام المساعدات أو الدعم المصري والإماراتي بالخفاء. أيضا تحدث بشكل واضح بأن موقف الحكومة سيكون صارما من كل الدول التي تدعم حفتر في هذا العدوان، وتكلم بشكل واضح عن مصر عندما تحدث وقال أن هناك دولة وجدنا ذخائرها مع قوات حفتر وهذه سوف نحاسبها، وهذا واضح يعني يشير فيه بوضوح إلى الحكومة المصرية أو الذخيرة المصرية التي وجدت لدى قوات حفتر. إذا المؤتمر الصحفي أعتقد بأنه يعني نص على نقاط مهمة جدا وحازمة، وتدل على أن موقف الحكومة لم يتزحزح ولم يتغير بالرغم من الضغوط الدولية والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار والسماح لقوات حفتر في البقاء في أماكن تواجدها الآن. هذا الأمر مرفوض، وعبر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة بشكل واضح. أعتقد أن أداء الحكومة يتحسن شيئا فشيئا، التقصير والعجز الذي لاحظناه في البداية شيئا فشيئا أصبح الآن يتغير. زيارة وزير الداخلية لتركيا كانت زيارة مهمة جدا جدا، وأعطت رسائل قوية وأرسلت رسائل قوية للدول التي تدعم حفتر. هذا كل هذه المواقف السياسية شهدنا لها صدى في مواقف الدول الغربية، حيث يعني شهدنا بعض التغيير الطفيف في بعض المواقف مثل عودة الإفريكوم إلى طرابلس وإلى مدن الغرب، وهذا يدل على أنه بالفعل هناك حد وضع لحفتر. أيضا هناك أمر مهم يجب أن نلتفت إليه أخي عبد الرحمن، منذ حوالي 3 أيام لم تقصف طائرات أجنبية مواقع في طرابلس، وهذا يدل أيضا بأن الموقف الدولي بالفعل قد تغير، وأنه لم يعد يسمح للطائرات الأجنبية أن تقصف طرابلس. وهذا الأمر يعني منذ 3 أيام جاء، يعني هناك أخبار أو تسريبات جاءتنا بأن بالفعل منعت الطائرات الإماراتية والمصرية من تخطي حدود المنطقة الغربية، ولاحظنا بعد ذلك أن بالفعل توقف القصف الليلي لهذه الطائرات الأجنبية. كل هذه المواقف أعتقد جاءت نتيجة أولا إصرار المقاتلين في ساحة القتال، وشهدنا صمود واستبسال لشبابنا وقواتنا المسلحة، أعتقد أنها تسطر في كتب التاريخ. يعني تضحيات بذلت، دماء يعني تم التضحية بها من أجل وقف هذا العدوان ورد هذا العدوان، وشهدنا الخسائر الكبيرة في صفوف ميليشيات حفتر. نعم سيد مروان الدرقاش، يعني أنا أريد أن أسألك في نفس هذا السياق، هذا التغير الذي لاحظناه في خطاب حكومة الوفاق الوطني، الآن خطاب صار قويا ربما كما أشرت إليه أنت، هناك كلام صريح بالتعاون مع تركيا، الاعتماد على النفس، على الدول الصديقة، تغير أيضا ربما بدأ يلاحظ في المواقف الدولية وحتى على الميدان، أشرت أنت إلى موضوع الطائرات.
هل هذا يفسر بربما تدخل الحلفاء الحقيقيين مثل الجزائر وأخيرا مثل التدخل التركي ربما هو الذي بدأ يرجح الكفة باتجاه حكومة الوفاق أو لصالح حكومة الوفاق؟ لا شك بأن تدخل القوى الإقليمية الداعمة لحكومة الوفاق والرافضة لتحالف الاستبداد والديكتاتورية المتمثل في مصر والإمارات والسعودية له دور كبير في تغير مواقف الدولية. ولكن لا ننسى أن من البداية موقف الصمود الكبير لشبابنا وقواتنا الباسلة في الدفاع عن طرابلس، تكبيد خسائر كبيرة لخليفة حفتر وتحول مغامرته الحمقاء من محاولة لاحتلال العاصمة إلى محاولة للحفاظ على ماء الوجه وعدم الفضيحة السياسية، أيضا مواقف الحكومة أنا أراها مواقف جيدة جدا جدا، لم تستطيع أي قوة أن تضغط عليها، لم تتنازل عن مواقفها. صراحة الموقف السياسي للحكومة والموقف الميداني للثوار هو الذي أعطى أو شجع مواقف مثل مواقف الجزائر وتركيا وجعلها تسند مواقف الحكومة السياسية ومواقف الشباب على الأرض، قوات الباسلة طيب. قواتنا الباسلة التي استطاعت بالفعل أن تصد هذا الهجوم. إذن هي محصلة من توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك فيه، وإعانة منه، نسأل الله تعالى أن يدوم ذلك. جعل قواتنا الباسلة تصمد، الشباب هناك يقولون يحلفون بالله والله لن يدخلها إلا على جثثنا، وهذا ما جعل السياسيين أقوياء. عندما يرون القوات المسلحة تستبسل في الدفاع يأتيهم الدعم المعنوي أيضا، السياسيين أصبحوا أقوياء. عندما تقوت اللهجة السياسية لحكومة الوفاق وجد حلفائها الفرصة لكي يرسلوا رسائل قوية للمجتمع الدولي، وهذا ما حدث من طرف الجزائر وطرف تركيا. كل هذه المحصلة من المواقف الثابتة والحازمة لكل هذه الأطراف هو ما جعل موقف المجتمع الدولي والدول الغربية يتغير في اتجاه إعادة يعني حساباتهم من جديد. الآن لن يلقوا بثقلهم على مع حفتر، وإنما هناك طرف قوي آخر ينبغي النظر إليه، ينبغي يعني ملاحظته وإعطاه فرصة ربما يثبت نفسه، وهذا ما يحدث في نظري. نعم نعم سيد عبد الله الرافعي، هذا الموقف الجزائري الذي ربما سمعناه في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية أو كان بين وزيري الخارجية الجزائري والتونسي، بداية كيف تفسر هذا الموقف الجزائري في ظل ربما الحراك الداخلي والأزمة الداخلية الجزائرية؟ جاء تصريح جزائري قوي من وزير الخارجية صبري بوغادوم، قال أننا أولا أدان العدوان على العاصمة وقال لن نسمح بأن يتم قصف عاصمة مغاربية. شوف أنت اليوم الشعب الجزائري أصبح رقم يحسب حسابه في الجزائر، فسمعت هذا التصريح. لو تخيل لو كان الجزائر بها الآن نظام وطني يمثل الشعب حقيقة التمثيل، أنا أقول لك كنت ستسمع أكثر من هذا، لأنه الحكومات ما يصدر عنها مواقفها هي تعبير عن الحاكم الفعلي. يوم كنا الآن نحن عنا الآن بالمناسبة عنا 11 شهر خارج القبضة الفرنسية، 11 أسبوع نحن خارج الهيمنة الفرنسية. هذا لا يعني أننا أسياد أنفسنا نحكم زمام أمورنا، نحن الآن في قرن الظفر، تدافع تدافع ما بيننا وما بين القايد صالح. من جهة القايد صالح يريد أن يطبق قائد الأركان جنرال ماريشال القايد صالح يريد أن يطبق مقولة جزائرية شعبية جميلة جدا تقول ما تجوع الديب ما تبكي الراعي، فهو لا يريد أن يخرج بوقاحة ويقول الجزائريين يعني يردعهم
ويضرب خيارهم، ومن جهة أخرى لا يمكن ولا يستطيع أن يقدم على ما يريده الشعب هو إسقاط العصابة الحاكمة برمتها، لأنه متورط معها في شقيها، يعني هو متورط في جرائم الدم، جرائم ربع مليون جزائري، ومتورط أيضا في جرائم الفساد التي تمت السلب والنهب الذي دام على مدار 20 سنة. لكن هذا يعطي ملمح جميل جدا اليوم. هو لم يكن الموقف هذا إلا يعني فيه نوع من إرضاء الجزائريين أكثر من إرضاء أهلنا في ليبيا، لأنه الآن الحرب أصبحت مفتوحة ما بين مسلمين وقوى عظمى، والتي يحركها في الخلف، لما نقول القوى العظمى الكبرى هي قوى صهيوصاليبية. القوى الصهيوصاليبية الآن طبعا تتفادى التماس المباشر في أي صراع مع الشعوب العربية، فهي إما تقمع هذه الشعوب من خلال أنظمة وظيفية عميلة، أو إذا افتكت هذه الشعوب زمام أمرها يحرضون عليها أو يؤلبون عليها آليتيهما الحقيرتين، النظامين المتصهينين في أبوظبي والرياض طبعا، وألحق بهم من أجل تكوين محور الشر أو محور سام السام الذي يضم السعودية والإمارات ومصر. لكن الآن ربما أنا أقول لك حتى السعودية، حتى الإمارات، حتى مصر سيحسبون 1000 حساب في موقفهم مما يحدث في سوريا في ليبيا، لأنهم كانوا يأملون أن يكون الجزائر بثقل الجزائر ومكانة الجزائر، يعني مكانتها الأدبية والسياسية ومكانتها الجغرافية كجار لليبيا، كانوا متمنين أن تكون الجزائر طرفا في محور الشر على الأقل في الملف الليبي. لكن الآن يعني اتضحت الأمور جلية أنه الجزائر أو من يحكم الجزائر أو نظريا احنا مازال ما عندناش حكومه واضحه وما عندناش جهه تنفيذيه واضحه، يعني كل نعم. ولذلك البعض استغرب يعني من هذا الموقف من وزير الخارجيه الجزائري نعم في ظل هذا الظرف الجزائري عدم وجود حكومة. بالمناسبه لاحظ جيدا انه هذا الوزير هو عضو في حكومه يرفضها الشعب ويطالب يوميا باسقاطها، فهو من جهه اخرى انا قلت لك ركزت لك على انه يتودد للجزائريين من خلال يعني فعل أو قول ما يرضي إخوانهم الليبيين، لأنهم يعرفون أن هذه الأمة جسد واحد شاء من شاء. طيب هذا ربما جانب أيضا، ما تأثير ربما موقف الجزائر من مصر ودعمها لخليفة حفتر الذي هدد في يوم ما الدولة الجزائرية؟ هل كان لهذا ربما أثر في موقف الجزائر من هذا الهجوم الذي يشنه مجرم الحرب حفتر وميليشياته على العاصمة؟ لا، هو شوف الآن الجزائر تريد، يعني أقول الحكومة الجزائرية أو النظام القائم أو بقايا النظام أو ما تبقى من النظام الجزائري، يعني صعب أنك حتى توصف ماهيته الحقيقية. نعم. بقية النظام الجزائري تحاول أن تتفادى أي يعني الخوض في أي شيء شأن إقليمي، لأنه له تبعات لحظية ومسؤولية أمام الشعب، وله تبعات مستقبلية أيا كانت ما تؤول إليه الأحداث في الجزائر. هذا واحد. ثانيا لا ننسى البتة أنه السيسي كانت الجزائر العصابة الحاكمة أيام بوتفليقة كانت من أكبر داعمي السياسيين في الانقلاب. لا تنسى انه ميثاق الامم، ميثاق الوحده الاتحاد الافريقي يقول يعني قولا واحدا بانه اي انقلابي، اي نظام انقلابي مرفوض ويطرد فورا، وقد حدث ذلك وطرد السيسي. يعني مصر السيسي طردت من مجرد الانقلاب البغيض، الانقلاب الدموي الصهيوني في 2013. هل تعرف من اعاد السيسي الى الحضن الافريقي؟ اعاده عصابه وكلاء فرنسا في الجزائر، صرفوا لاجله، تنازلوا عن ديون أو مسحوا ديون 16 دولة إفريقية بشرط أن تصوت لصالح عودة السيسي لتحتضنه إفريقيا من جديد أو مصر السيسي، وقد فعلوها مؤخرا حتى في كأس إفريقيا هذه، لأنه أنت تعرف مكانة كرة القدم عند العرب وحتى عند الأفارقة. بالمناسبة أنا أول ما سئلت لما منحت الكاف تنظيم كأس إفريقيا لمصر قلت لهم
الأفارقة الآن يضعون يزكون السيسي رياضيا، فمن منحت شرف تنظيم كأس إفريقيا ليست مصر وإنما السيسي لرفع الخناق عنه. يعني من غير المعقول نظام إجرامي يدبح ويقتل تعطى له تنظيم منافسة رياضية بهذا الحجم. نعم. سيد مروان الدرقاش، يعني هذا ربما الدعم من الدول الصديقة لحكومة الوفاق، خاصة في المواقف الأخيرة للجزائر مثلا وآخرها أيضا لتركيا، لاحظنا بعده كما قلت ربما تغيرا في المواقف الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية صدرت عنها أنباء عن وزارة الخارجية بمحاولة للضغط على السراج من أجل الجلوس مع حفتر للتفاوض. أيضا لاحظنا زيارة ربما لمسؤولين أمريكيين إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وحديث عن عودة الأفريكم. هل هي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية ربما لاستباق الدور التركي أو دور أصدقاء حكومة الوفاق وأثرهم على الأرض؟ الدول العظمى أو الغربية يعني يهمها محافظة على مصالحها في ليبيا، ولا يهمها الطرف الذي سيقوم بهذه المهمة. لذلك هم يراقبون الوضع على الأرض، يحاولون أن يقدروا من هو الأكثر احتمالا أن يسيطر، ثم يعطوه الفرصة لكي يسيطر. أما مصالحهم فهي مضمونة مع هذا ومع هذا، مع السراج ومع حفتر، هذا أمر منتهي يعني لا شك فيه. الآن قبل 4/4/2019 كان التقدير الذي في أذهان الدول الغربية أن حفتر، يعني كما شاهدنا في تقرير البي بي سي عندما تحدث، يعني هناك تهويل حتى في 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 حجم قوة حفتر، وهذا التهويل ناتج عن حملة سياسية دبلوماسية تقودها الدول الاستبداد العربي السعودية والإمارات ومصر. هذه الحملة أعطت حفتر حجم أكبر من حجمه. يعني شاهدنا في تقرير البي بي سي مثلا الحديث عن رجل ليبيا القوي الذي يسيطر على أكبر يعني مساحات من ليبيا، يعني صنع جيشا تعداده 20,000 مقاتل، هم لا يدرون أن هؤلاء المقاتلون يأتون إلى محاور القتال لكي يسلموا أسلحتهم، ثم يتم شحنهم في حافلات الهجرة غير الشرعية، ويتم يعني الاحتفاظ بهم في مراكز الهجرة غير الشرعية. هؤلاء إذا كان بالفعل هو عنده 20,000، لكن لا أعتقد أنه عنده حتى عشر هذا العدد من المقاتلين. هذا التهويل الذي وضعت فيه قوة خليفة حفتر جعلت الدول الغربية تعتقد أو ترى في أنه يمكن لليبيا أن تستقر وأن تحافظ على مصالح الدول الغربية إذا أذعنت لسلطان هذا الرجل القوي. ولكن الاختبار الحقيقي كان الميدان، عندما جاء هذا الرجل بآليته الحربية التي حصل عليها من الإمارات ومصر، وصبيانه الذين يسلمون أسلحتهم في المحاور عند أول رصاص يسمعونها، حتى أن أحدهم قال بأنه لم يطلق رصاصة واحدة، يعني استسلم دون أن يطلق رصاصة واحدة. عندما جاء إلى الميدان وحدث له الحق والتشليط كما يقول أخواننا الليبيين، بدأت موازين القوى في نظر الدول الغربية تعاد حسابها من جديد، وأصبح يعني الرجل ليبيا القوي لم يعد رجل ليبيا القوي. هناك طرف آخر الآن ظهر في الساحة، طرف قوي جدا، له قوة عسكرية منظمة ومجهزة وذات خبرة ويعني قوية على الأرض، أيضا له مواقف سياسية قوية جدا جدا. بدأ الآن يرسل التهديدات، يعني في مؤتمر الصحفي لحكومة الوفاق اليوم مهندس يونس ماذا قال؟ قال لن نتعامل مع بعثة الأمم المتحدة، عادوا نقعهم، أنا خلاص معاش بنتعامل معاكم أنتم. ليش؟ لأن أصبح طرف قوي عنده موقف سياسي قوي حازم، ولديه قوة على الأرض، يستطيع من خلال هذه القوة أن يثبت على مواقفه السياسية ولا يتزحزح عنها. هنا بدأت الحسابات الدولية لهذه الدول تتغير،
هناك الآن طرف آخر قوي يمكن أن يكسب هذه المعركة. يجب عدم خسران هذا الطرف، يجب ألا نظهر وكأننا في جانب خليفة حفتر، لأنه لو هزم خليفة حفتر وخسر خليفة حفتر سنخسر كما هو خسران الآن. لكن أصبحت الآن سياسة إمساك العصا من المنتصف تعود من جديد للمجتمع الدولي، سوف يظلون بهذا المنطق أو بهذه السياسة حتى يظهر بشكل جلي بأن حفتر مهزوم، وأن حكومة الوفاق ربما ستسيطر على حتى الأراضي التي كانت في حوزة حفتر. عندها سيصبح حفتر مجرم حرب، وستحرك ضده القضايا في محكمة الجنايات الدولية. ولعل تقرير البي بي سي بالأمس الذي يتحدث عن أسماء معينة في قوات الصاعقة التابعة لحفتر وعن علاقة حفتر بشكل مباشر بجرائم الحرب التي ارتكبت، لعله الخطوة الأولى في بداية التنصل، تنصل المجتمع الدولي من هذا المجرم. الآن إذا أصبح حفتر مهزوم على الأرض سوف يتم إخراج كل الملفات إلى السطح من جديد، وسيصبح عبارة عن مجرم سوف يتم إمساكه بملاحق ومدان وإلقاؤه ملاحق ومدان، ويتم إلقاء فيه بقفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية، وتتبرأ منه كل الدول الغربية في هذا المجتمع الدولي المنافق الذي لا يعترف إلا بالقوي. وهذا الكلام قلناه منذ 3 سنوات أو 4 سنوات. ربما الشعب الليبي يتمنى أن يا سيد عبد الرحمن، عندما كان حفتر يجهز السجون الليبية وعندما كان حفتر يجهز لهذه المعركة، نعم، والطرف الآخر كان يرسل الورود ويرسل التصريحات، الآن يظهر بأن هذا المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي. أما الضعفاء والذين يخلدون للراحة ويخلدون إلى الكلام المنمق والعاطفي، هؤلاء لا مكان لهم في هذا العالم الذي يشبه به يعني بالغاب. نعم أستاذ عبد الرحمن. نعم، انضم إلينا منذ قليل الدكتور عمر بعرة الناشط المدني. مرحبا بك دكتور عمر. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. دكتور عمر، ربما هناك ترتيبات لمظاهرة يوم غد كما هي العادة ربما الآن منذ بداية هذا العدوان في الميادين، في ميدان الشهداء وميادين أخرى. ربما اللافت هذه المرة هو دعوات لمشاركة على مستوى عريض يعني في العالم العربي، في المغرب العربي والإسلامي. نعم أستاذ عبد الرحمن، طبعا في البداية اسمح لي ومن خلال قناتكم الموقرة صوت الثورة صوت الحق، المنبر الإعلامي اللي تزامن مع انتفاضة الشعب الليبي منذ بدايتها وحتى يومنا هذا، وبإذن تعالى إلى أن يتحقق النصر، اسمح لي أن أتوجه من خلال قناتكم الموقرة إلى رجال الوطن الشرفاء الأحرار في كل الميادين الذين يسطرون الآن ملاحم الدودة عن الوطن وعن عاصمته ضد هذه الهجمة البربرية الغاشمة. كما اسمح لي بأن أحيي ضيفيك الكريمين ولك تحية خاصة أستاذ عبد الرحمن. فيما يتعلق بمظاهرات أو مظاهرة يوم الغد، فهي امتداد كما تفضلت حضرتك لمظاهرات الجمعة الماضية، وهذه المظاهرات طبعا يشارك فيها حرائر وأحرار ليبيا يدفعهم حرصهم الشديد وإحساسهم بمسؤوليتهم تجاه هذا الوطن وانتمائهم إليه. هذا هو القاسم المشترك الذي دفعهم وجعلهم يتواصلون ويتدافعون حتى غص بهم ميدان الشهداء خلال الجمعة الماضية. أيضا ما تفضلت حضرتك بذكره أن لعلها يوم الغد هذه الجمعة الأولى التي تحدث على نطاق المغرب العربي بأن يتوافق شعوب هذه المنطقة، منطقة الاتحاد المغاربي، وهي في اعتقادي البعد يعني لها بعد استراتيجي ولا نظرة استراتيجية، فهي عمقنا الاستراتيجي، خاصة أن هناك قواسم مشتركة بين شعوب هذه المنطقة. وأيضا المؤشرات والدلائل التي تشير بتضامن شعوب هذه المنطقة مع ما يواجهه الشعب الليبي، فغدا لها خصوصية ولها بعد كما شرط بعد استراتيجي وبعد هام، وبالتالي
دعوتي لكل من يشارك في التظاهرات السابقة، دعوتي لهم بأن يكونوا غدا في الموعد حتى يكونوا في نفس الوقت الذي يخرج فيه شعوب أشقائنا في المغرب العربي. هذه المظاهرات. ما هو البعد الاستراتيجي الذي تمثله ربما مشاركة الشعب التونسي والجزائري والمغربي وأيضا الموريتاني للشعب الليبي الذي يقاوم هذا المجرم السفاح الانقلابي المدعو حفتر؟ ما هو البعد الاستراتيجي وما هي الرسالة التي ربما مطلوب إيصالها؟ أستاذ عبد الرحمن، يعني كما تعلم ويعلم الجميع بأن الأزمة، نحن نعيش في أزمنة التحالفات وفي أزمنة الفضاءات. كما ذكرت بأن الاتحاد المغاربي ودول الاتحاد المغاربي هناك قواسم مشتركة كثيرة، منها قاسمة اللي هو الدين والأمة والعروبة والامتداد، أيضا هي الرقعة الجغرافية الواحدة، فهي ممتدة وتكاد تشكل في مجملها اللي هي وحدة واحدة. هذا المكون يدفع بشعوب المنطقة بالإحساس والشعور بما يعانيه كل جزء في هذه المنظومة وفي هذا المكون. الاتحاد المغاربي للأسف أسس يعني منذ مدة ليست بالقصيرة، ولعل تأسيسه في فترات سابقة وفي فترة اللانظام السابق كان ممكن لأغراض أخرى، ولكن نحن نشعر بأننا مع أشقائنا في الاتحاد المغاربي يمكن أن نشكل كيانا اقتصاديا اجتماعيا سياسيا يعني يمكن له بأن يلعب دورا مهما قبالة جنوب أوروبا وفي المنطقة وشمال أفريقيا. ونحن يعني ندرك أهمية هذه المنطقة، يعني شمال أفريقيا ما تمثله للقارة بشكل خاص واللي هي المكون أوروبا أيضا بالنسبة لأوروبا بشكل عام. فشعوب هذه المنطقة تدرك هذه الأهمية وتدرك يعني الأهمية اللي تمثلها ليبيا في هذا الخصوص، وبالتالي تعرف أيضا هي بأن ليبيا مستهدفة من قبل الدول الكبرى وبعض أطماع الدول للأسف يعني تربطنا بها رابطة العروبة ولغرض الهيمنة ولغرض السيطرة على مقدرات ليبيا. مقدرات ليبيا يمكن أن توظف لأبناء ليبيا للعيش الكريم، وأيضا يمكن أن تكون رافدة لبناء هذا الاتحاد المغاربي ليكون قطبا في منطقة شمال أفريقيا. أسهم بهذه الأهمية هو الذي يدفعهم بأن يكونوا مشاركين لإخوانهم في ليبيا للذود عن هذا المكون أو هذا الجزء من هذا القطب. يعني أنا في اعتقادي نعم نعم. وقبل ذلك ربما هي قد تعبر عن وحدة المشاعر ووحدة الطموح ووحدة الرؤية نحو رفض المشاريع ربما العسكرية والديكتاتورية في المنطقة. نعم نعم، لأن توادي شعوب المنطقة يعني الشعب الجزائري الآن يعيش مرحلة من مراحل الربيع العربي في جزئه الثانية وفي مرحلته الثانية، وتونس بالأمس القريب كانت شرارتها وشرارة الربيع العربي بدأت منها، وبالتالي شعوب المنطقة يعني تطلع إلى أن تعيش في حرية وأن تعيش في يعني مجتمع بعيد كل البعد عن الأنظمة الدكتاتورية وعن الاستحواذ والاستعمار من يعني في شكله القديم أو في شكله الحديث. وبالتالي هذه في مجملها روابط وقواسم مشتركة تجعل من شعوب هذه المنطقة تشعر بما يشعر به الكل في هذا القطب. شكرا جزيلا لك دكتور. اسمحني طيب تفضل نعم تفضل ماذا كنت تريد ان تقول؟ نعم، انا اريد ان اتوجه من خلال قناتكم موقرة بدعوتي الى كل من تواجد في السابق وايضا من له يعني نفس الدوافع، يعني انتماء الى الوطن وحرص على الوطن ومشاركة لما يسجله وما يصنعه وما يعني رجالنا الشجعان أبناؤنا وإخوتنا
في الخطوط الأمامية للدفاع عن عاصمة الوطن. أدعوهم غدا لأن يكونوا متواجدين في ميدان العز ميدان الشهداء ويعلنوها صراحة بأنهم يعني امتداد لإخوتهم وأشقائهم في الاتحاد المغاربي وأنهم جميعا وحدة واحدة ضد كل من يترصد لهذه المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور عمر بعرة الناشط المدني، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر. أعود إليك أستاذ عبد الله الرافعي تعليقا على هذه الدعوات للتظاهر في العالم المغاربي ككل، يعني إسنادا ربما أو تعاطفا أو تأييدا لأشقائه الليبيين في ردهم هذا العدوان وهذا التدخل ربما الأجنبي وربما الذي لفرنسا دور واضح فيه. والله أنا مع احترامي لك ما عجبتنيش كلمة تعاطف وإسناد، هذا واجب. إنما المؤمنون إخوة، واجبنا الآن. بالمناسبة لو ترى ما يحدث الآن في بقعتنا المغرب الكبير، وأنا أبغض يعني كتبت كثيرا في كلمة المغرب العربي، لا هي والمغرب الكبير أو المغرب الإسلامي، لأن الوحدة الغالبة هي الإسلام وليست العروبة. ما احنا عندنا تقريبا نصف سكاننا أمازيغ والمغرب كذلك، فالوحدة الغالبة. لكن هناك ثقافة مشتركة، يعني هناك إسلامية. هناك شعب واحد كله مسلم سني مالكي. وهذا الفضاء غير موجود في 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 أي بلد. عوامل الوحدة في هذا الفضاء المغاربي لا يمكن أن توجد على الكرة الأرضية. قوته وما حباه الله من ثروات طبيعية ومن موقع استراتيجي غير موجود على الكرة الأرضية. فلهذا نحن نقدم أقل 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 ربما 1% من واجبنا تجاه إخواننا في ليبيا. وإحنا يعني لو استذكرنا التاريخ، وأنا أول مرة زرت ليبيا شفت ميدان، قالوا لي في العاصمة في طرابلس اسمه ميدان الجزائر، قلت لهم طيب لماذا اسمه ميدان الجزائر؟ والله حكوا لي حكاية جميلة جدا، قال لك الليبيين كانوا هنا أي واحد عنده إعانة سواء عينية سواء مادية أيا كان نوع الإعانة يجي يحطها في هذا الميدان لتجمع في الصباح الباكر وتكدس على مدة يعني متفاوتة لتوجه لدعم الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي. ضد المستعمر الفرنسي. اليوم بالمناسبة هي فرصتكم يا شعبنا الجزائري لتردوا الجميل، يعني حتى ما زال ما وصلتوش لدرجة الواجب، لا رد الجميل فقط لهؤلاء الناس، رد الجميل، ما زال ما وصلناش حتى لدرجة واجب الأخوة. وفي ملمح آخر ضروري جدا أن نفهمه، ما يحدث الآن في منطقة المغرب الكبير، ما يحدث تحديدا في الجزائر وفي في 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 ليبيا، محطتين محوريتين سيبنى عليهم مستقبل أمتي لا إله إلا الله كلها. لأنه تحرر الجزائر، هذا الشعب الذي في الشوارع إن تحرر وملك ناصية أمره وعين بحرية وبإرادة من يمثله ومن يحكمه، ستكون الجزائر قاطرة التحرر للأمة الإسلامية جمعاء. لاحظ أنا أقول للأمة الإسلامية جمعاء، سنرفع الغبن عن أهلنا في سوريا الذين يذبحهم الروس والمجوس والطاغية النصيري. طبعا سنقوم وجاج التجربة التونسية في تونس، سنحاصر سيسنياهو كلب إسرائيل في مصر. فنفس الشيء بالنسبة لإخواننا في مصر في ليبيا. الليبيين الآن لابد من دعمهم، لابد من وقوف معهم من أجل إفشال مسعى هذا الخائن، لأن إفشال مسعاه ليس إفشال مسعى انقلابي، ليس إفشالا لحفتر في شخصه أو الميليشيا اللي معاه التي تقل يقل عدد تعداد مرتزقتها عن 20,000، لا لا لا، بل إذا أفشل مسعى هذا الجريمة، إذا أفشلت فمعناها فشل الدول الدحلانية أو الدول المتصهينة التي تحمل لواء الثورات المضادة والتي تمثل المفرزة المتقدمة للقوى الغربية، تحديدا أقصد الإمارات، دولة المؤامرات ودولة آل سلول التي تجتم على بقاعنا المقدسة. هذين النظامين إذا فشل
فشل حفتر هو فشل لهما. من الآن وإذا ما نجح ما نجح حفتر وهذا ما لا نريده يعتبر نجاح لهما وربما يمتد مخططاتهم إلى تونس وإلى الجزائر إلى آخره. فشلوا في اليمن، فشلوا في اليمن، فشلوا في تونس. أنت لم تلاحظ، ألم يلاحظ البشر كلهم كيف استقبل أهلنا التوانسة أبو منشار في تونس؟ طرد شر طرده، لم يستقبله إلا السبسي الذي كان هو سببا في وصوله إلى السلطة. الجزائريون قبل كل شيء منذ الجمعة الثانية للحراك رفعوا شعارات تحذر الإمارات من مغبة، يعني حذروها أي أسبوع إمارات يدخل هنا الجزائر يقطع يقطع. وبالمناسبة حتى قايد صالح أصبح غير ذي ثقة عند الجزائريين لعلاقته الطيبة بحكام الإمارات. فالجزائريين واعين بهذا تماما. إذا فشلت أنا أقول الإمارات والسعودية ولا أقول حفتر، لأن هذه الهجمة الإرهابية، هذه الهجمة الإرهابية الدولية ضد أطفالنا وضد نسائنا وضد أهلنا في طرابلس هي عملية إرهابية سعودية إماراتية. فشلها يعني نهاية الدور الوسخ الذي يلعبه هذين النظامين في مستقبل الأمة. سندخل هذه الفئران إلى جحورها نهائيا. لابد أن نكون حريصين حتى نجاحهم سيطمع هاتين العصابتين للتوسع والتورم أكثر. فلا بد، قلت لك أنا أستخدمها ككلمة واجب ولو أنها ليست واجب، هذا أكثر من واجب، أكثر من الواجب. نعم. أكثر من الواجب. أستاذ مروان الدرقاش، يعني تعليقا على هذه الدعوات العريضة من أجل التظاهر يوم غد الجمعة والخروج في مظاهرات موحدة تضامنا مع القضية الليبية ورفضا لمشروع حفتر الإنقلابي والمشروع الإماراتي السعودي الفرنسي الصهيوني كما أشار إليه ضيفي هنا في الاستوديو، هل هو مؤشر ربما لارتفاع نسبة الوعي ولفهم شعوب المنطقة للمشاريع التي ربما تحاك ضدها والتي إذا ما نجحت في ليبيا لا قدر الله قد تمتد إليها أيضا أياديها المتآمرة؟ نعم، منطقة المغرب العربي هي أكثر المناطق المستهدفة الآن من مثلث الاستبداد العربي، مصر الإمارات في السعودية. منطقة المغرب العربي التي دخلت ربيعها ثلاث دول هي ليبيا وتونس والجزائر. أيضا المغرب، لا ننسى أن النظام المغربي الملكي تحول إلى بالفعل إلى نظام ملكية دستورية يحترم صندوق الانتخابات، يتم فيه تداول السلطة سلميا عن طريق الانتخابات، وهو ربما أفضل الأنظمة العربية من ناحية احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. لذلك هذه الأجواء التي المفعمة بالحرية في المغرب العربي اليوم، والتي يعني حققت هامش كبير من حقوق الإنسان وهامش كبير من اليقظة السياسية والوعي السياسي والتحول الديمقراطي إلى مجتمعات أكثر ديمقراطية وأكثر انفتاحا، هذا الأمر أصبح الآن الهاجس الكبير لمثلث الاستبداد العربي. تستهدف هذه البلدان لمحاولة لإعادة الدكتاتورية من جديد وإعادة الاستبداد من جديد، وعلى شعوب هذه المنطقة أن تقف يدها بأيدي بعض لكي تعين بعضها بعض. وشهدنا نحن استجابة كبيرة جدا من الشعوب العربية في هذه المنطقة سواء في تونس في الجزائر، تأييدا للقوات التي تدافع عن طرابلس. شهدنا الكثير من المثقفين والطبقة والنخبة في تونس والجزائر تؤكد بأن سقوط طرابلس هو سقوط لحلم الربيع العربي في كل بلدان المغرب العربي. فبالتأكيد هناك شعور بالمسؤولية لدى شعوب هذه المنطقة، وهناك شعور بأن المعركة هي معركة واحدة الآن. وأعتقد بأن مسألة وجود صفين الآن في المنطقة العربية والإسلامية، صف يدعم التحول الديمقراطي، يدعم حرية الشعوب، يدعم
الانعتاق أو التحرر من الأنظمة البالية الدكتاتورية، سواء كانت الأنظمة الملكية المستبدة أو الأنظمة العسكرية المستبدة. يعني الآن هناك تحالف بين العسكر المستبد و قوى الاستبداد، تحالف بين القوى الدكتاتورية والاستبداد أيا كان نوع النظام. بالضبط. وهذا التحالف الآن يجد أن عدوه الأول ليس إسرائيل أو الصهاينة، بالعكس هؤلاء حلفاء يستطيعون التعايش معهم. عدوهم الأول هو من يفكر في أن يتحول من الاستبداد إلى التحرر وإلى الديمقراطية وإلى الانفتاح السياسي. الآن هذه هي المعركة، معركة وعي في بدايتها لاستقطاب الشعوب ولزيادة وعي الشعوب بحجم المؤامرة الكبيرة التي تحاك عليهم، وأيضا معركة بين الثورة والثورة المضادة، الثورة التي يعني اندلعت بفعل رغبة هذه الشعوب في التحرر ودعم بعض الأنظمة الصديقة التي من مصالحها أن يعني تقوم أنظمة ديمقراطية في المنطقة، وبين الثورة المضادة التي يدعمها أنظمة استبدادية سواء كانت ملكية أو عسكرية، وهؤلاء تقاطعت مصالحهم أولا مع العدو الصهيوني، ثانيا مع الدول الاستعمارية السابقة والتي لها مصالح في المنطقة. هذه المصالح يعني لا ترعاها إلا أنظمة الاستبداد. المعركة طويلة وشاقة وصعبة وكثير من الضحايا في هذه المعركة. توظيف هذا النوع من المظاهرات، من المظاهرات في أكثر من إقليم وأكثر من بلد عربي أو إسلامي مغاربي، ما هي أهميته وما هي أهمية الرسالة التي يوجهها وما تأثيرها؟ وباختصار شديد يعني لو استطعت في عبارتين أو أكثر أكون لك شاكرا سيد مروان. نعم، أهم رسالة توجه في هذه المظاهرات هي أن هناك وعي الآن، وعي الشعوب العربية بأن عدوهم ليس عدوا متفرق وإنما هو عدو واحد. وعي هذه الشعوب بأن ما يحدث في ليبيا وما يحدث في السودان وما يحدث في سوريا هو موجه ضد حرية الشعوب وضد أمل الشعوب في مستقبل زاهي ومستقبل لأبنائهم. هذا الوعي هو ما يصنع الحركة الفاعلة، سواء كانت سلمية عن طريق المظاهرات أو يعني حربية عن طريق المقاومة المسلحة. هذا الوعي هو ما يصنع حركة الشعوب وتفاعل الشعوب مع بعض. أيضا هناك نقطة جيدة فيما نرى هو تفاعل الشعوب العربية مع بعضها البعض. يعني هناك بالفعل يعني تفاعل بين شعوب المنطقة فيما يحدث في كل بلدان المنطقة وضواحيها. الآن ما يجري في طرابلس هو يشعل حماس ويلهب حماس كل جيراننا العرب، وهو أمر جيد يدل على أنه بالفعل أن جدوى ثورات الربيع العربي وربما يكون مؤشر لتحول كبير في المنطقة، كما أشار ضيفي هنا السيد عبد الله الرافعي الكاتب والمحلل السياسي الجزائري الذي أشكره جزيل الشكر على تواجده معنا في الاستوديو. وأيضا أشكرك دكتور أستاذ مروان الدرقاش المحلل السياسي، كنت معنا من استوديوهاتنا في مصراتة. أعزائي المشاهدين، بهذا تكون تغطيتنا لهذه الساعة قد تكاملت. بعد قليل ألتقيكم إن شاء الله في موجز للأخبار.